الشرطة على أساس إن في حد اعتدى عليك من عامل غرفة ملابس أو إداري أو حاجة زي كده؟ انا سامع حضرتك بتقول الكابتن اسماعيل بيقول ما حصلش، على الرغم ان الكابتن اسماعيل ما شافش حاجه، هو الراجل، هو الراجل قال انا كنت في المؤتمر. بص يا كابتن سيف، انا ليا اعتاب على الكابتن اسماعيل والجهاز الفني كله لفرقه الانتاج الحربي، لان هم عارفين كويس جدا العامل مين، وكان في احدى القنوات موجوده وصورت من الاول خالص احتكاكه بينا، وجينا علشان يتعرفوا عليه عشان قلنا اسمه، مع الاسف انكروا ان هم يعرفوه. وطبعا كلمني رئيس النادي المحترم الاستاذ طاووس حاتم رئيس النادي الانتاج الحربي، واعتذر وقال لي انا العامل ده هفصله، واحنا عرفنا هو مين واحنا هنفصله، ونزل على اعتقد على اليوم السابع اعتذار، وانا بشكره طبعا، انما انا ليه اعتاب كبير جدا 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 على كابتن اسماعيل وجهازه الفني، لان طبعا ان اولا احنا كل اللي بينا احترام، الكره دي موضوع يعني حاجه منتهيه كده كده، احنا هنبطل تحكيمه في الاخر العلاقات اللي موجوده، طب العلاقات الانسانيه اهم حاجه بالظبط كده، والاحترام، الاحترام متبادل. فاحنا بنحترم كل الناس يا كابتن زيف، يعني من اصغر مدرب لاكبر مدرب ليهم عندنا قدر واحترام، ونحترم كل الناس، انما ان هم يسمحوا لحد من عندهم سواء بقى عامل سواء اداري ايا كان موجود عندهم في الجهاز، ان هو يعني يحاول يحتك بينا، يحاول يعتدي علينا، يحاول يقل مننا، احنا لا احنا هنسمح كحكام ولا حد يسمح على نفسه بحاجه زي كده. فانا ما كنتش متوقع لا من الكابتن اسماعيل ولا من جهازه، انا كنت متوقع منهم ان هم لا عارفين مين هو ويجيبوه، ويعني اولا ياخدوا لي حق منه وانا موجود، انما ده ما حصلش منهم. طب هو كابتن محمود، هو ده 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 الاعتداء ده او محاوله الاعتداء تمت على مرأى مثل من او مسمع من حد منهم من الجهاز الاداري؟ كابتن سيف، انا طلعت خرجت المكان اللي تركب فيه الباصات، عربيه ركنه، جيت اخد عربيه لقيت راجل واقف جاي بيتكلم، قلت له لو سمحت اتفضل، قال لي انا بكلمك، قلت له لو سمحت اتفضل، فناديت الشرطه، الراجل ده بيحتكي بينا، لو سمحت خدوه، يا اما تعملوا له محضر يا اما تاخدوه بعيد عننا. وفعلا جه الناس خدوه، طلعت وانا خارج، ركبت عربيتي معايا كابتن احمد حلمي، طالع خارج من الباب لقيته مستنيني بره، واقف الراجل مش عايزني امشي بالعربيه، خبطت على ازاز العربيه، نزلت فتحت، اعتاد علينا وجري، جرينا وراه، الكابتن احمد حلمي رجع تاني للشرطه، ما يعني ما حصلناهوش، رجعنا تاني نجيبه بقى، قلنا لهم لو سمحتوا عندكم واحد اثنين ثلاثه تفاصيله كذا، وهم عارفينه، فكانوا الناس الموجودين في قناه من القنوات موجوده كانت صورت الاحتكاك الاولاني لما خدته الشرطه، عرضنا لهم يا جماعه هو ده الراجل ده، قال لا مش. مع الاسف يعني. وهو من عندهم، وفي دليل كمان، يعني انا بقول لك رئيس النادي كلمني الراجل واعتذر وقال لي انا فصلت العامل ده بقى خلاص، ده بقى اكبر دليل، كون ان رئيس النادي يتصل بيك ويقول لك العامل ده من عندنا واحنا بنعتذر لك، ده خلاص ده اكبر دليل على ان الراجل ده من عندنا. انا اعتبر على كابتن اسماعيل وكابتن محمد، انا اعتبر على كابتن اسماعيل وجهازه اللي هم عارفين مين محمود عاشور ومدى احترام اللي هم قد ايه، وهم المفروض بيبادلونا نفس الاحترام، ان هم يصغرونا يعني انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه، يعني انا يعني مش هقول التمس له العذر في حاجه، لان هو لو انسان عارف واقع، انا كان معايا كابتن اسماعيل معايا على 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 التليفون من حوالي نص ساعه، وقال انا لن اسمح بحاجه زي كده، ولو اعرف ما اسمحش. فان انت حضرتك بتقول النهارده ان رئيس النادي، رئيس النادي وحضرتك يعني اليوم السابع هتلاقيهم منزلين اعتذار رسمي بيقولوا ان هم فصلوا العامل. لا انا بقول لك يكفي ان رئيس النادي كلمك، فهنجيبش الحقيقه، انا بشكره الحقيقه، يعني هم كمؤسسه نفسها. لا انا عايز اقول لك يبقى هنجيب شهود تاني، عايز الموضوع بقى مش هتجيب شهود وتحقق في ايه؟ ده رئيس النادي اعترف. يبقى خلاص. يبقى خلاص. طب النهارده برضو الكابتن اسماعيل في المداخله معايا كان بيقول ان هو انك انت كنت مش هقول بتكيل بميكالين، لكن لما بتيجي تتكلم لعيب من الانتاج الحربي يبقى في نوع من انواع الحسم والزعيق والشخط، لو في حاجه مع النادي الاهلي كانت في هدوء. كابتن سيف، اقسم لك بالله ان احنا بنتعامل مع الناس سواسيه، ولا عندنا اي فرق، ولا بنبص لاي فرق لنا، واللي قدامنا بنحسبه، مفيش اكتر من كده. طب موضوع اللعيبه، احنا كل مع اللعيبه، احنا في الملعب اصحاب، وبيقعدوا كلهم لعبوا معانا وكلهم يعرفونا وكلنا مش اول مره نحكم لهم. طب انا عارف انك انت الكلام في الفنيات ممنوع، لكن انت بالنسبه للطرد بتاع باسم، انت حاسس ان هو طرد صحيح 100%؟ كابتن، اللي احنا بنشوفه في الملعب والله سواء هنا او هنا بنحسبه. يعني انت لما بس انت لما هترجع تتفرج على 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 على, على, على الانذار الثاني، على يقين التحليل يا كابتن، انا مش هتكلم، اللي حلل في ناس كبار جدا يعني موجودين بيحللوا في القنوات، واعتقد ان كلهم يعني الحمد لله قرار سليم 100%، اللي هو الانذار الثاني، اللي هو الانذار الثاني. الانذار هو دايما بص يا كابتن محمود، دايما اللي احنا نعرفه ان الحكم طالما خرج من الملعب وحس ان ضميره مستريح،
اعتقد ده قمه النجاح بالنسبه له والله، ان ضمير يكون مستريح بس والله اللهم لك الحمد بس ما عندنا ضغينه ولا باللون يعني، فده ما عندناش مشكله فيه خالص يعني. ان شاء الله كابتن محمود عاشور انا بتمنى لك كل التوفيق على المستوى الشخصي واشكرك على التوضيحات اللي انت وضحتها. بشكرك يا كابتن. الوقت بيجري وكل مره تقول يا جماعه